صباح الخير، الحلقة التالتة من الاكتئاب. معادنا النهاردة مع الوقاية. كلمنا في الحلقة الأولى عن أسباب الاكتئاب بالتفصيل، وشوفنا إيه العوامل التي تؤدي إن الإنسان يجيله اكتئاب. الحلقة التانية اتكلمنا بالتفصيل وجبنا دراسة ألمانية بتقسم أعراض الاكتئاب لتسع أقسام رئيسية، وتكلمنا على كل عرض بالتفصيل، من طبعاً عدم إحساس بالسرور، للشعور بالكبت، للعزلة، لقلة النوم، لمشاكل في الأكل، مشاكل في الوزن إلى آخره. حط لكم اللينك بتاع الحلقتين، واحدة دلوقتي واحدة جوه الفيديو عشان تراجعوها. الحقيقة يعني اللي عايز يتفرج كويس على الحلقة دي ويستفيد فعلا لازم يكون شاف الحلقتين التانيين، لأنهم سلسلة مرتبطة ببعض. ما أقدرش أتكلم على الوقاية من الاكتئاب من غير ما أعرف إيه أسبابه، أو من غير ما أعرف الكلام العلمي الحديث في الأعراض بتاعت لك. موضوع مصيب 4.4% من البشر في العالم كله، فلازم نعرف إيه هي الوقاية. تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معكم دكتور مجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، بكالوريوس طب عين شمس 91، ودراسات عليا في الأمراض النفسية والعصبية 99 من ألمانيا. الحلقة الثالثة من الاكتئاب ندخل في الموضوع على طول. الوقاية هبتدي بحاجة مهمة وحاجة بسيطة مهمة جدا لستات البيوت، الأكل. مهم جدا لمريض الاكتئاب أو للواحد اللي حاسين ممكن يجيله اكتئاب، اللي زعلان، إن عنده حزن، سادنس شديد ممكن يوصله الاكتئاب، إن احنا نقسم له وجبات الطعام إلى عدة وجبات صغيرة. ده هينفعنا في الوقاية وهينفعنا في العلاج، بمعنى إن أنا أخليه يأكل 5 وجبات في اليوم مثلا، بس كميات قليلة. دي نمرة واحد. الحرص قدر الإمكان على عدم تخطي تناول أي وجبة. دايما مريض الاكتئاب يقول لك ماليش نفس ماليش نفس ماليش نفس، ويجي بروح دببها في العشاء، فده بيأثر جامد على الكيمياء بتاعته. لكن لو أكل كميات قليلة في أوقات، كل 2 ساعة، كل 3، كل 4، فده بينظم معاه الحالة المزاجية بتاعته اللي تهمنا في مريض الاكتئاب. لأن عدم تناول الطعام لفترة طويلة بيعمل له شعور بالتهيج والتعب، وده يزود من اعراض الاكتئاب. طيب ناكله ايه بقى؟ بلاش الاطعمه اللي زايد فيها السكر او الكربوهيدرات. ليه بلاش الاطعمه اللي فيها السكريات؟ لان الاطعمه دي اتضح انها بتغير المزاج وتقلل الطاقه. يعني بقول لك باكل حاجه سكر تديني طاقه، لا بالعكس، هو لما باكل حاجه سكريه بيبتدي جسمه يشتغل اكتر لهضم هذه السكريات وحرق هذه السكريات، فبالتالي الطاقة بتاعته بتقل، الطاقة المزاجية وليس الطاقة اللي هي ايه الحركة بتقل. فاذا نديله طبعا كمية من السكريات، مش لازم نمنعه خالص، بس اللي هي محتاجها الجسم، ما زودش عن كده. لو زودت عن كده يبتدي الكيمياء بتاعت الجسم بتتأثر. كمان اقلل من مشروبات اللي فيها الكافيين او المحتوي على اطعمة ومواد حافظة ودهون متحولة. الدهون المتحولة هتخلي مشاكل ال LDL، وزي ما شرحنا في حلقة الكوليسترول، الدهون المتحولة دي سم بناخده كده من اي زيت او حاجة مغلية او حاجة زي كده. طبعا الكافيين هيزود معاه احساسه بالسهر، ما يعرفش ينام، مش جايله نوم، ممكن يأثر معاه ويزود معاه الاكتئاب. ويعني حاجة مش منتشرة في بلادنا العربية انه كمان ما يشربش الكحول كتير. ده بالنسبة للاكل والشرب. طيب اكل وشرب اتكلمنا عليهم. نمرة 3 بقى الشمس. واحنا الحمد لله يعني في وطننا العربي الشمس ما شاء الله زي الفل. لازم مريض او الانسان اللي هو معرض اكتر للاكتئاب كوقاية، ومريض الاكتئاب برضو يتعرض للشمس. وقاية عايزينه 15 دقيقة في اليوم على الاقل يتعرض اشعة الشمس. ليه بقى؟ لان اشعة الشمس دي بتزود افراز السيروتونين، والسيروتونين والابينفرين انتوا عارفين بيحسن المزاج، وكمان بتزود معاه فيتامين دي، وفيتامين دي مهم جدا لخلايا الاعصاب، فبالتالي هيحسن معانا برضو الحاله المزاجيه. في العلاج بقى ممكن نزود له الشمس اكتر. يعني المستشفيات في اوروبا بيحاولوا يحطوهم في اوض تشبه الشمس، لان مفيش شمس، بالذات في فنلندا والبلاد دي بيحطوهم في اوض زي الساونا والحته دي. نمره 4 واتكلمنا عنها قبل كده، ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه وقايه مهمه جدا لمريض الاكتئاب. حتى لو المشي، حتى لو السباحة، حتى لو هيتحرك في البيت كده حركات خفيفة أو تمارين رياضية خفيفة،
او كمان تمارين الاسترخاء زي اليوجا والتأمل والتنفس العميق. تخيلوا التنفس العميق ده من اجمل طرق الوقاية والعلاج في الاكتئاب، ومفيد جدا في السيطرة على التوتر، ومن اظرف ومن احسن ومن اجدد طرق العلاج الناجحة. نمرة 6 بقى دور الاسرة، او نمرة 5، احنا قلنا الرياضة ممكن نقسمها رياضة عادية او يوجا، يبقى 4 و5. نمرة 6 البقاء على تواصل مع الاخرين، دور الاسرة، اخليه ينخرط في الانشطة الاجتماعية. رايح عند الخياطة، خدي بنتك معاك اللي انت خايفة يجيلها اكتئاب. رايح شغلك، خد ابنك معاك اللي خايف يجيله اكتئاب. رايح فسحة، رايح مكان، خرجه من الاربع حيطان اللي جابت له كآبة وجابت له اكتئاب. نمرة 7 تدخل برضو مع موضوع الرياضة، ممارسة الهوايات والأنشطة. مش لازم تكون رياضة، ممكن يبقى رسم، ممكن يبقى قراية وكان تركيزهم بيبقى قليل، ممكن بنت مثلا خياطة، ممكن مثلا تريكو، مش عارف ايه، صلصال، اي حاجة أنشطة، وخصوصا لو كان بيحبها هو طفل. دي بترجعه للمرحلة الجميلة اللي كان عايشها هو طفل اللي ملقاهاش في المستقبل. يعني لو هو مثلا كان بيحب الرسم هو صغير، خليه يرسم هو كبير. هتخرج الطفولة بتاعته متأخرا، وهيرفع من معنوياته، وهيقل إحساسه بالاكتئاب. نمرة 8 الحرص على النوم مدة كافية ما تقلش عن 8 ساعات، وما تزيدش عن 12 ساعة. دي بقى محتاجة، لو وقاية يبقى زي الفل، مفيش وقاية يبقى بالتناغم مع الطبيب. طبعا لو 6 ساعات متواصلة كفاية، لكن احنا في الوطن العربي بننام القيلولة، فلما تجمع بقى الصبح على بالليل حاول تخليهم حوالي من 7 إلى 8 ساعات. برضه في موضوع النوم في نقطة مهمة جدا، حاول يخليه يظبط جسمه على ميعاد معين للصحيان. يعني ينام مثلا الساعة 1 بالليل، يصحى الساعة 7 الصبح، يبقى ده ميعاد ثابت يظبط الساعة البيولوجية بتاعته. واحنا كدكاترة بنعملها كوقاية وكعلاج، مهمة جدا عشان يبتدي يرجع انسان طبيعي زي ما ربنا خلقه، بالمواعيد اللي الكورتيزول بيزيد فيها، بالمواعيد المادة الميلاتونين بتقل فيها او بتزيد فيها، ولما يجي ينام بتزيد مادة الميلاتونين، لما يصحى الصبح على 5-6 الصبح بيبتدي يزيد الكورتيزول. نمرة 9 بقى أهم حاجة، إن إحنا لو هيبتدي يخش في مرض يبتدي يقتنع إن ده مرض، ويبتدي يقتنع إن لازم يكون له علاج. لأن معظم زي ما قلت لكم في الحالة بتاعت الأعراض، مريض الاكتئاب مش مقتنع إنه مريض، مقتنع إنه متضايق أو حزين، مش جاي لك كطبيب نفسي، ولازم تعامله كأنه إنسان مش على إنه مريض، إنسان متضايق وبيفضفض لك. نمرة 10 بتخش بقى في التحليل النفسي. انا كأسرة ممكن اعملها كوقاية في البيت، ان اتكلم معاه واشوف الافكار الايجابية اللي في حياته ونميها، والافكار السلبية واقلله من قيمتها. فلان مات، يا عم كلنا هنموت. فلان مثلا خرج من حياتنا، كلنا هنخرج من حياة بعض. يعني الموضوع ناخد الموضوع ببساطة. بنت مثلا كانت مخطوبة وما حصلش نصيب، اقول لها في الف عريس، الف من يتمناكي، شوفي نفسك في المراية، اجيب لها المكياج، اخليها تخش في الحياة سعيدة. دي عوامل محفزة تمنع الاكتئاب وتقلل احساسنا انه ممكن يجينا اكتئاب. وده مهم جدا اننا نسجل الاحداث الايجابيه اللي بيمر بيها خلال اليوم. كنا بننصح زمان اهل مرضى الاكتئاب انهم يجيبوا ورقه وقلم ويكتبوا له الحاجات الحلوه اللي حصلت في اليوم ويقروها له، بلاش الاخبار الحزينه. يعني مثلا لو بيحب مثلا ترامب، ما تقولوش بقى ان بايدن فاز، لانه هيزيد يجيله اكتئاب اكتر. لو هو كان بيكره ترامب قول له ترامب سقط في الانتخابات، فده يرفع له من روحه المعنوية. أي خبر أو صغير، لو بيحب النادي بتاعه ونادي كسب في الكورة قول له. لو محمد صلاح أحرز هدف، أو مثلا أخواتنا في الجزائر لو رياض محرز أحرز هدف. لكن لو مثلا النادي بتاعه اتغلب بلاش تقول له، لأن ده بيزود معاه المشكلة. أي خبر صغير خالص بيعمل منه بالونة، يا إما كبيرة حلوة يا إما كبيرة وحشة. دي طرق الوقاية. بالنسبة بقى لعلاج الاكتئاب، علاج الاكتئاب نمرة 1 ان انا اقنع المريض انه مكتئب فعلا ومحتاج علاج، وده دور الاسرة ودور المحيطين بيه. نمرة 2 الدكتور لازم يعمل له حاجة اسمها تحليل نفسي، وده محتاج طبيب نفسي ومحتاج اخصائي علم نفس او علم اجتماع. يعني كل دول محتاجين ان هم يبقوا قريبين من الشخص. الطبيب لازم ياخد منه قصة المرض بالكامل ويديله وقت. فاكرين التحليل النفسي بتاعت الافلام بتاعت الفنان محمود المليجي وكده، انه ياخد وقت طويل يشوف العقد بتاعته الطفوله، ايه اللي دخله في اكتئاب، ايه المشاكل الحقيقيه اللي خليته غير الناس الطبيعيه. يبتدي ياخد هيستوري طويل، يشوف ان كان في حد في العيله عنده اكتئاب، لانه قلنا في ده عامل وراثي بنسبه 1 إلى 9.
يبتدي يحلل معاه حياته خطوة خطوة. ده نوع العلاج الاكتئاب الافضل والاكثر ملائمة للمريض، ان هو يتحلله نفسيا وتدخل جواه وتصاحبه، يبقى اخ ليك، يبقى صديق ليك. وعشان كده لو الطبيب اطباء النفسيين دايما مش فاضيين وعايزين يكتبوا ادوية وبس، يبقى ده دور الاخصائي علم النفس وعلم الاجتماع. وياريت لو بيسمعونا، يعني انا بقول لهم لايك، لانهم مجهودهم اهم كمان من الاطباء النفسيين. ده كان الحلقة الثالثة من الاكتئاب. خلص الموضوع؟ لا، احنا لسه بدينا، لان لسه في كلام كتير من كل نوع من الاكتئاب، وهنحاول نجاوب على كل اسئلتكم. وان شاء الله قريب هنعمل لكم حلقه لايف هنحاول نجاوب على كل اسئله الاكتئاب. بس اتمنى تتابعونا، يا ريت تفعلوا الجرس عشان لما يجي ميعاد الحلقه اللايف هتعرفوا ان شاء الله. اي سؤال اكتبوه في التعليقات تحت. شرفتوني بمشاهده الحلقه دي، وهي الحلقه الثالثه من الاكتئاب. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.